قبل ما نقرر ان دي حاله نفسيه بنحتاج نعرضه على طبيب الاول يقول لنا اذا كانت الحاله دي نفسيه ولا عضويه. لو في اي شيء عضوي لازم يقول لنا عليه، سواء بقى هنعمل اشعه عشان نتاكد اذا كان الحوض الدنيا سليمه ولا لا، كمان بنعمل تحليل بول علشان نشوف في مشكله ظهر لنا في تحليل البول ولا لا. لما نتاكد تماما من الطبيب انه ما فيش حاجه في الطفل ده نبتدي نشوف الموضوع النفسي. ليه الطفل وصل 12 سنه كبر متهيألي، فهو 12 سنه ده كبير صحيح، فعشان كده محتاجين نتاكد من كشف طبيب هو اللي يقول لنا اذا كان في مشكله ولا لا. لو كان الموضوع نفسي ده عادة الطفل اللي بيحصل له تبول لا إرادي أو تهتئة بيبقى نتيجة فقد الأمان في الأسرة. عادة الطفل بيستمد الأمان من الأسرة، ولو ده ما توفرلوش أول 5 سنين من عمره أو 7 سنين نقول لغاية 7، ده البنيان بتاع الأساس كده اللي بنقول عليه بتكون ليه الصورة الذاتية بتاعت الطفل. صحيح. فلو في الفترة دي كان في مشاكل في الأسرة، هي بتقول الأب مش أب وأم والأب مش موجود، ده معناه إن كان ممكن يكون كان في مشكلة ما. فالطفل اللي بيعيش في أسرة زي كده بتبقى أسرة شوية بالنسبة له حاجة مهددة، فبيحسش بالأمان. بس هي ما وضحتش هو الأب يعني مش موجود ليه، ممكن يكون غياب بالأب نفسه ودوره في الأسرة، ده حد ذاته بيعمل مشكلة نفسية، وخصوصا عند الأطفال الولاد. صحيح. فهو محتاج، هي بتقول انها انا اب وام، لا محتاج يبقى فيه خال او عم او حد او جده يقوم بدور الاب ده. طالما بابا مش موجود سواء بقى مشغول في عمل او في اي حاجه تانية، لازم يبقى فيه دور للذكوره يعني. صحيح. حد موجود بيقوم بالدور ده معاها، ده مهم جدا. طب والبنت اللي في ثانيه ثانوي؟ الموضوع النفسي بيحتاج جلسات بقى مع الطفل دوت. والبنت اللي في ثانيه ثانوي؟ البنت اللي في ثانيه ثانوي حكايه مخنوقه طول الوقت، محتاجين نعرضها على حد، مش مشكله انه يبقى طبيب، لكن قد ما يبقى حد ممكن مشهور مثلا. نتأكد بس إذا كان البنت دي مصابة بأي مرض نفسي ولا لأ، هل هو مجرد إحباط ولا عندها اكتئاب، لأن اكتئاب المراهقة اليومين دول بقى زايد قوي. صحيح. ونسمع عن حوادث غريبة وناس بتنتحر وحاجات زي كده، لازم نتأكد إن مفيش أي مشكلة نفسية كبيرة عندها، ولا هي مجرد إنها مش عارفة تتواصل مع اللي حواليها، نساعدها. لأنه عادة في فترة المراهقة بيبقى البنت والولد عندها مشاعر كتير مش عارفة تعبر عنها. صحيح. ومش متصاحبة قوي على ماما، وماما مشغولة بما إن عندها الولاد دول وهي اب وام في نفس الوقت. هي فكره، بس انا عايزه اقف عند حته اب وام، لاني احيانا الام في الوقت ده بتكون شديده شويه، يعني بتاخد دور الاب معظم الوقت، او ان هي دايما خايفه على اولادها خوف زياده، فمتهيألي دي يعني بتاثر شويه على نفسيه الولاد. بتاثر، وكمان خصوصا اني انا عارف ان بابا موجود مش منتقل، وانا مش عارفه اتواصل معاه، دي حاجه بتاثر في النفسيه برضه.